بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا نحمدك بدون كلل ولا ملل، لأنك الحميد وأنك المحمود وأنك المحسن الذي لا يتعب بإحسانه أبدا ولا يفتقر في مخازنه، فهي دائما مملوءة بإكرامك يا كريم يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على الأوبشلئة. ولتصغى إليه أفئدة أي قلوب عافنة مريضة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه يرضوه قلب الحقائق، يرضوه الكذب والبهتان وهم في مونتو دي سالو دو في مونتو. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، اللي ما مش بالآخر مش مؤمن بربي، خاطر كذب ربي، واللي كذب ربي مش مؤمن بيه، خاطر إذا كان آمنت بيه صدقوا ولا تكذبوا، يعني بالتصديق تصديق ربي سبحانه وتعالى، فأنت فعلا مؤمن به ومتأدب معه وتخشى من غضبه وأليم عقابه. وليرضوا وليقتربوا، هذا اللي هي الحكاية، ما فماش إيمان باللي يكون في ستة أثمان، ما لا مش تمشي في غيوانك. وليقتربوا ما هم مقتربون، هو يقول لك فيها فيها أحلى من التخدين التخدين، يا ولدي ما عناش اللغة دي عند أهل الإسلام، ما عناش، احنا ما عندنا كان اللي قالوا الرحمن مصدقين بالتمام وماشيين على درب الإسلام وماشيين أتباع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.